خلك واعي قانونيا. مساء الخير، مساء الخير على كل واحد قاعد يسمعنا، إلا على الناس اللي يدعون لينون ويرتكبون الجرائم، هذيلا ما راح نمسي عليهم بالخير، هذيلا راح نحطهم في معية ضيفي الدايم العزيز محمد الجاسم على أساس أنه يقول لنا شنو موقفهم القانوني. هالأيام صاير ارتكاب الجرائم وادعاء الجنون حد أعلى، عشان كذي يبنى لكم اليوم المختصين محمد الجاسم المحامي، ويبنى لكم بعد الدكتور عمار الصايغ رئيس قسم الطب النفسي في مركز الصحة النفسية. مساكم الله بالخير كل اللي قاعد يسمع مارينا اف ام، مساكم الله بالخير كل اللي قاعد يسمع الساعة القانونية، مساكم الله بالخير كل واحد قاعد يشوفنا على مارينا اف ام بلاتفورمز. مساك الله بالخير يا شريك. مساك الله بالخير. شلونك هلا بالحبيب؟ شو اخبارك؟ مسي عليك وعلى السادة المستمعين وعلى الجميع، حياكم الله، ساعة مباركة. والله ساعتك ابرك. الكرت الاحمر. اي والله. انزين، الهبه اللي صايره هالايام. والله الدرب كرت احمر. الدرب عشان كان زحمه. اي والله انقطع تسجيل تاخير عليك اليوم. خمس دقائق. انزين عاد انت من وين جاي؟ من الديره؟ والله شكلك نازل محكمه اليوم. الرابع. لا الرابع، من يروح الرابع؟ من يروح انا لما اطلع من انجبرت. اوكي جبرني الوقت. مسألة الزحمة هذه على قولتهم للحين ما لها حل. لا لازم بعد نسلط عليها الضوء، نشوف شنو المسؤولية الجنائية. المسؤولية الجنائية على شنو ارتكاب الزحمة. لا هذا موضوع عود. موضوع عود. الناس. إيه. موضوع عود. عندي سؤال قبل أن نبلش موضوعنا. أبي أعرف منك ليش قررت تصير محامي؟ قول الصج. ليش قررت أصير محامي؟ أي. وأنت كله تجهز كذي أسئلة جاية. والله لعدة أسباب. إنزين عطني اثنين منهم بس. اثنين منهم لأن هذا تخصصي. إنزين. عرفت. مال قنات عنه. نعم. إنزين. هذا واحد. السبب الثاني. اثنين فيه يعني النتائج لما تكون بعد القضية. إي. نتائج حلوة، خاصة إذا نصرت مظلوم، إذا يتحقق أحد بحد ذاتها أحلى من أحلى انتصار. يمكن في أمور كثيرة، يمكن استأنست يوم تحصلت مثلا على الماجستير، فرحة بمجهود يعني معروف أن أنت راح تسويه أو أي واحد ممكن أنه يوصل له. لكن بموضوع المحاماة والقانون هي تركات فنية ومجهود إضافي غير مجهود الحركة والمعتاد. أي. فيه نوع من استخدام الفكر، فيه نوع من الطرح. هني لما تيجي أنت يعني تبين قوتك في مذكراتك، توصف الموضوع وتعطيه حقه وتجيب حق موكلك وتطلع بالنتيجة المرجوة، هذه لها لذة ثانية. أي. عرفت؟ فيعني بقل شيء، يعني احنا اليوم يمكن حقوقنا البسيطة اي واحد يتجمل فينا يعني يعطينا اياها وهو حق اصيل لنا، ونشوفها شيء يعني له تقدير واحترام، فما بالك يكون لك حق مسلوب وتردى حق الانسان، حق مسلوب وانت مو قادر تطوله، وفي ناس وبشر تحول دونك ودون وصولك لهذا الحق الاصيل لك، وتسكر أمامك جميع الأبواب، مالك كل الدعاء من ثم منه رب العالمين يسخرهم بطريقك على أساس يأخذون هذا الحق. فأكيد هذه بحد ذاتها متعة حق اللي يفهمها. إنزين إذا نحطوا قبالك مجموعة طلبة من كلية القانون أو من كلية الحقوق قالوا لك شنو تنصحنا فيه، وخصوصا ترى يعني امس كان عندهم انتخابات وتوهم بلشوا سنتهم الدراسيه الجديده، ايش تنصحهم فيه محمد؟ اول شيء انصحهم يعزلون الانتخابات والسياسه والامور الدخيله على التخصص. أي. في التخصص طالب القانون لازم يعرف يعني كل المعرفه انه هو امام مسؤوليه كبيره بعد التخرج، فلما يلهب امور سياسه وانتخابات يعطيها الحيز او المجال الاكبر في حياته. زين الناس اللي ناطرتك تتخرج عشان تاخذ حقوقها، سواء انت كنت وكيل نيابه او محقق او ضابط او محامي،
وش بتسوي؟ تي تقول لا متى يعني للأسف يعني وايد نحصل ضعف في هذه الجهات من القانونيين. ليش؟ لأنه ما في تركيز. فالرسالة بوصلها حق الطلبة، أنت خلال فترة دراستك لازم تبدي تثقف نفسك، تعلي الحصيلة الثقافية القانونية عندك، لأنه وراك مسؤولية، في ناس راح تكون برقابك أو برقاب عفواً رقاب الناس راح تكون بيده. فإذا ما حط رب العالمين بين عيونه وأخلص وسوى المجهود الكامل، ممكن أنه في التقصير اللي هو راح يرتكبه أساس أنه له بأمور ثانية غير تخصصه راح يعرض الناس حق هضم وظلم لحقوقهم. حبيت النصيحة. حاضري. والحين نرجع على موضوع هالأسبوع اللي هو الكرت الأحمر. بنروح حق السؤال اللي سألناه الناس، شلون تتعامل مع إنسان عنده ملف بالطب النفسي؟ تسمع كلامه ولا تسمع كلامه وتستر عليه ولا تبلغ عنه؟ هو صدق إنه لما نتبلغ على واحد مينون تاخذ مكافأة ولا يتهيأ لي يعني؟ عندك على الطب النفسي. اليوم راح نسأل الطب النفسي. خلنا نسمع رأي الناس ونرجع حق محمد خالد الجاسم المحامي. شنو هو الجنون في القانون الكويتي؟ وهل مجنون محاسب جنائياً إذا ارتكب جريمة أو شروع بالجريمة؟ القانون يعفي ولا يحاسبه؟ تقدر تاخذ حقك من واحد عنده كرت أحمر مثل ما يقولون في الطب النفسي؟ وايد نسمع بالكرت الأحمر وهو لقب الملف في الطب النفسي، لكن هل هذا الملف يعفي شخص من العقوبة إذا ارتكب جريمة جنائية أو جنحة أو محاولة قتل؟ الجنون لأحكامه في القانون الكويتي، ضعف السلامة العقلية مو سبب يخليك ترتكب جريمة وتفلت منها. ساعة قانونية مع المحامي إبراهيم النجادة وضيفه المحامي محمد الجاسم، يوم الأربعاء الساعة 2 الظهر على مارينا فم. والله شوفي أختي، بالنسبة اللي عندهم ملفات الطب النفسي، يعني أنت تحاول تجاري الشخص هذا كثر ما تقدر وتحاول تهدي الأمور وياه، لأن الشخص يعني تقريبا يعني على أي شيء احتمال ينرفز أو شغلة ويصير شيء مو زين، فأنت يا تحاول أنك تودي المصحة ولا هذا، أو تجاري لين دق على مخفر أو شغلة أو شيء وتهدي موضوع وياه. بس الشخص اللي عنده ملف الطب النفسي شلون تعمل معاه؟ أول شيء أتصل على الدورية أو على المصحة أبلغهم إن هذا الشخص يتعاطى معاي وصاحب مشاكل بالشارع، أو مثل ما قلتي أنا من نفسي وقفة وحاكي ونصحي مشى ما مشى راح أتصل بالدوريات أو بالمصحة إن شاء الله، ويعطيكم العافية وما قصرتوا. والله أنا أتحاشى ما أتعامل معه، هذا أفضل طريقة يعني. والله يعني في ناس وايد يعني عرفهم، حتى كان من زمان يعني حتى من 30 40 سنه كان معنا بالدوام، هو تجاملهم تاخذ الطيب خاطره ما زعله، لا تتحدى تقول لك غلط وكيف تسوي، انت تحميه مسكين ما يتهوى او يتصرف تصرف غلط، وتحمي نفسك او الاخرين، ما تروح تقول فلان قال عليك او يعني والله انت موظف فاشل مثلا، لا جامله، حتى ان كنت جامله لدرجه ان قاعده كان يطلع بكافتيريا مثل شيء قاعده وتجيب له مثل يعني تجيب له قهوه تجيب له كاكاو اي شيء وترجع له مره ثانيه، فجامله احسن شيء. والله صعب التعامل معه، لازم الواحد يكون على الاقل عنده فكره في علم النفس نتعامل معه. يعني على فكره انا عندي بنتها من شوي عندها علم النفس فيها شويه يسمونها في لها ما أدري فيها خاصية أن الزواج شخصية، مرة تكون زينة مرة ما تكون زينة، فلما ما تكون زينة نحاول كثر ما نقدر أن نراضيها أن ما نزعلها، يعني من تزعل تزيد حالتها، فنحاول كثر ما نقدر أن نهديها بس إيه، فهذا إحنا مشكلتنا وياها بس. وإذا تعبت راح تكسر بالبيت كل شيء، لازم نهديها ولازم نعاملها معاملة ثانية، صعب التعامل معها يعني. الحمد لله إيه. بالقانون راح تأخذ حقك.
رجعنا وياكم مستمعين مارينا اف ام. موضوعنا اليوم، ارد اذكر بموضوعنا اليوم، المسؤوليه الجنائيه على المجانين، بين قوسين الميانين بالكويتي. انزين، راح نتعرف على الموضوع هذا مع المختصين. عندنا الدكتور عمار الصايغ، رئيس قسم الطب النفسي في مركز الكويت الصحه النفسيه، هذا راح يكون موجود معنا، ومعنا محمد خالد الجاسم المحامي اللي يبي يشاركنا اليوم في مداخلة أو في تجربة. عندنا 22-20-90-4، واللي يبي يتكلم مع الأستاذ محمد المحامي على رقم 3-2-3-7-1-2. معاي الدكتور عمار الصايغ، مساك الله بالخير دكتور عمار. مساك الله بالنور. بس لو تعلي صوتك دكتور شوي. نعم، واضح الصوت. كذي الصوت يكون أوضح. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالنور. يعني أول شيء شاكر لك على قبولك بالمداخلة اليوم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أبي أسألك دكتور، الموضوع الكرت الأحمر، عندنا شيء بالكويت اسمه الكرت الأحمر؟ هذا أول سؤال. هذه المسألة صراحة سنين إحنا نعاني منها. إنزين. أكثر من دكتور طلع في وسائل الإعلام، في الجرائد، في التلفزيون، قال ما في هالكرت. يعني هذه من تأسيس المستشفى لغاية الحين إحنا مو عارفين من وين جات فكرة الكرت الأحمر صراحة. يعني باقي بس يحلفون الدكاترة إنه ما عندنا كرت أحمر. ما في. المريض لما يراجع المستشفى الطب النفسي يفتح ملف طبي حال حال أي مستشفى ثاني، مستشفى مبارك، مستشفى الأميري. ويكون كرت مراجعاته المتعارف عليه، كرت المراجعات إذا أحد يراجع في أي مستشفى يعرف هذا الكرت الأصفر مع المراجعات. تمام. فما في شيء اسمه بالكويت كرت أحمر للمريض الطب النفسي. طيب دكتور، عندي سؤال، هل الإنسان الطبيعي يقدر يعرف المريض النفسي، أو شنو خاصية المريض النفسي؟ أنا متى أعرف اللي قبالي إذا في عنده إشكالية نفسية علشان أحاول أني أتصرف، أتجنب الكلام معاه أو أن أتصل على المختصين أو أتصل على وزارة الداخلية؟ أعتقد هذا تصور خطأ للمريض النفسي. يعني المريض النفسي ما هو خطر على الناس، يعني بصورة عامة وايد يعني من الناس عندهم أمراض نفسية وراجعون وهم عايشين بيننا طبيعيين. يعني ما راح تلاحظ أن مريض نفسي إلا لما يقولك أنه والله أنا راجع في مثلا عيادة نفسية أو في المستشفى الطب النفسي. تمام. الأمراض النفسية مختلفة، يعني في أمراض عديدة، في أمراض عادية مثل الاكتئاب، القلق، وايد من الناس يأتمر في هذه الأعراض في فترة من حياتها وتأخذ أدوية وتتحسن وتعدي هذه المرحلة. تمام. في الأمراض إحنا نقول أمراض مزمنة، مثل أمراض الفصام اللي هو المريض يكون فعلا يكون يعني في حاجة لدواء طول عمره، يمكن تأثر عليه يمكن في حياته في تعامله مع الآخرين بطريقة إحنا نسميها يعني أعراض سلبية، إنه ما يختلط مع الناس وايد، ينسحب من الأشياء الاجتماعية، وظيفته ما يؤديها بالدور الكامل، بس يعني 90% يمكن منه يؤدي الدور بدون يعني لا يأثر عليه على الآخرين، يعني هو يأثر عليه أكثر من تأثيره على الآخرين. دكتور بغيت أسألك الحين، مركز الطب النفسي متى يسرح المريض النفسي ويخليه يتخالط مع الناس؟ بالفترة الأخيرة وايد لاحظنا ارتكاب جرائم، وسببها أو واحدة من الأشياء يقولك والله هذا مريض نفسي. إنزين تمام، وين مسؤولية وزارة الصحة أو مركز الطب النفسي الكويتي بهالعملية هذه؟ احنا اول شيء احنا كمركز، احنا مركز طبي نقدم الرعايه الصحيه. تمام. ففي عندنا نوعين من المرضى، عندنا مراجعين في العيادات الخارجيه وفي مرضى منومين في الاجنحه. فاحنا مو مركز اعتقال او احنا سجن ان ننزل المريض طول عمره في المستشفى، متى ما المريض تحسنت صحته يقدر يطلع. اوكي. مي حد مساله ان المريض والله ادى جريمه سوى جريمه. المريض النفسي حال حال أي شخص عادي في المجتمع، في أكو جزء من هذه المرضى يمكن يقوم في جريمة، صح؟ أوكي. إنزين دكتور، كورونا زادت حالات مراجعة المركز عندكم؟ يعني إحصائيا أو هل كورونا كانت سبب من أسباب زيادة مثلا الأمراض النفسية أو أيا كان، مثل ما نسمع بالفترة الأخيرة؟ يعني مثل ما أعتقد الكل يعني مر فيه خلال فترة الكورونا، كان في ضغط كبير على الناس، يعني وايد ناس مو قادرة تطلع تختلط مع الناس الثانيين، وإحنا كمثل ما تعرف إن ناس اجتماعيين لازم
نتخلط مع الثانيين، ناس انحرمت من أهلها، ناس فقدت أهلها بسبب المرض الكورونا، توفى والله يرحمهم اللي تاع دخل على المرض. يعطيكم حالات دكتور؟ من أين ناحية تينا حالات؟ يعني يجيكم مثلا مراجع مثلا يبي يعالج نفسيا من آثار كورونا؟ هي خلاص الكل مثل ما قلت تعاني من الضغوطات هذه، ناس عندهم مشكلة في النوم، ناس عندهم صار توتر خايف أنا أطلع أخاف يحوشني المرض، أنا عندي ربو عندي سكر إذا حاش مرض راح أتوفى مثل ما قاعد نشوف يعني وايدنا، فعنده هلع في توتر، فأكيد هذه الحالات راح تزيد مع الكورونا، وهذا مو بس بالكويت يعني مستوى العالم. شنو تنصحهم فيه دكتور؟ طبعا إحنا يعني الحمد لله الحين بدأ الوضع يرجع للحالة الطبيعية في دولة الكويت الحمد لله. فنرجع احنا نحاول نمارس عاداتنا الطبيعية عشان نرجع نكون طبيعيين، نطلع نلعب رياضة، ناكل أكل صحي، نحاول يكون لنا هذه اللقاءات الاجتماعية بس من يعني مع الأخذ بالاحتياطات الطبية مثل ما يقولون عشان نقدر نمارس حياتنا بصورة طبيعية، ننظم نومنا، نبتعد عن المنبهات، القهوة والشاي بالليل. واضح. عندي محمد خالد الجاسم المحامي حاب يدخل معاك في حوار. يعطيك العافية دكتور، مساك الله بالخير. الله يعافيك، شاكرين لك مداخلتك الطيبة. طب دكتور أنا عندي شقين، احنا من أعلننا عن طريق قنوات المارينا أنه راح نتطرق لهذا الموضوع، وصلت لي استفسارات عديدة، ففي أحد الاستفسارات اللي وصلت لي شد انتباهي، يمكن هي مسألة تتكرر بشكل كثير، فأنا حابة أعرف شنو الإجراء المتبع من قبل الدكاترة في حال ظهور هذه المسألة. كان الاستفسار واحدة شرحت لي، دخلت لي على الخاص، قالت لي أنا عندي مشكلة، أن مشكلتي أن في ضغوطات نفسية عندي بالبيت من أمي وأخوي، رغم أني أنا كاملة الأهلية طائفة 21 وتعرض حق تعنيف من قبل أخوي على أقل الأمور، بالإضافة إلى ذلك ما أقدر أمارس حقوقي كدراسة كوظيفة كأي شيء، فأدى فيها الحال إلى أن حاولت الانتحار. فبعد محاولة الانتحار خذوها وراجعوا طبعا من المستشفى إلى الطب النفسي لمعالجة المسببات وصولها لهذا الأمر ولهذه المرحلة، لكن بعد ذلك رجعت البيت وصار عند العائلة كرت أخضر. شنو الكرت الأخضر؟ أنا الحين شيء ألفت شيء جديد اسمه كرت أخضر. زين، كرت أخضر هو كرت الضغط على البنت، يا أن تسمعين الكلام ما تطلعين ما تسوين ولا شيء ولا بنوديش الطب النفسي، فصار تهديد الطب النفسي زين وضغط أن بندخلكم الطب النفسي وأي شيء راح تسوين بنوديكم الطب النفسي بسبب ضغط سابق. فسؤالي اليوم لما هم وصلوا له المرحلة ومروا عليكم بعد تحويلهم بعد إجراء اللازم من المستشفيات العادية زين والتحقيق معاهم من قبل السلطات، هل إذا محاولة انتحار قد يعني إجباري يتم إحالتهم عندكم أو حق المختصين؟ هذا أول سؤال. هو غالبا اللي يصير إذا مريض يعني دخل في حالة انتحار في أحد المستشفيات العامة أو راجع أحد المستوصفات ينصحون بمراجعة مركز الكويت الصحة النفسية أو أحد العيادات النفسية في المستشفيات. نصيحة، مو إجبار. لا أصل حق النقطة، المريض يقيم، هل المريض الحين في حالة أنه هو خطر على نفسه أنه ممكن ينتحر ولا خلاص الحالة يعني كانت مجرد محاولة؟ أنا حاول انتحار خلص، أنا قاعد أتكلم عن حاول انتحار فيقيم. هذا ودوه المستشفى فيقيم الحين في الفترة، يقيم هل هو للحين لا زالت مع الأفكار الانتحارية، للحين والله مثلا عندي مشكلة في البيت إذا ما حلوها راح انتحر، من ولا الشخص خلاص اللي من الشخص اللي يقيم أو يعطي أنه والله ما راح ينتحر مرة ثانية؟ أو هو الطبيب النفسي تخصص طبيب يعني يعرض النفسي يعني يعرض إجباريا بعد ما جرى اللازم، خلينا نقول في أحد حاول ينتحر ودش مرحلة اختناق وتم إسعافه، بعد إسعافه من المستشفى ورد وضعه طبيعي، وخلنا نقول محقق المستشفى حقق الموضوع محاولة انتحار إلى آخره، قبل لا يطلع ما يعرض على طبيب نفسي يعطي هل إنه هو قابل إنه يطلع أو يتم إيداعه إلى أن يتم معالجته؟ فقلت التقييم يقام بطبيب نفسي سواء كان في مستشفى عام أو إنه حول علينا في مركز الكويت للصحة النفسية. إذا عندنا إحنا أطباء نفسي يطلعوا للمستشفيات العامة يقيمون المريض هل لا زال في حالة العلاج ولا أموره مستقرة.
حلو، هذا واحد. اثنين، في حال اذا تبين بالفعل ان الانتحار كان بسبب ضغوطات نفسيه بفعل الاهل او بفعل فاعل الاهل، زين شنو الدور اللي تقومون فيه كتغرير حق مثلا الجهات المختصه في التحقيق او وزاره الداخليه او النيابه او اي جهه اخرى ان تبلغونهم ان الانتحار كان مسبب؟ لان انا اذكر ايام ما كنت اشتغل في الخارج كان ساعات يعني ابسط الامور موظف يعني من ينضغط من مديره خارج اطار العمل يروح يطلع تقرير انه راجع دكتور نفسي ويرفع شكوى على المسؤول او على المدير انه سبب له ازمه وضغط الى ان حد انه يروح يراجع الطب النفسي او الدكتور المختص وياخذ طبعا عليها خلينا نقول فتره اجازه مرضيه ريكفري. نعم اي، ف في المقابل احنا اليوم هذه الممارسات احنا ما قاعد نشوفها، ما قاعد نسمع هذه الامور. خلينا نقول ان الخلل، نعم، انه ما في تشريع واضح وما في اليات. خلينا نقول اذا كانت الاليات ما هي موجوده، لا بالعكس في تشريع واضح. احنا عندنا اول شيء نتكلم عن فئتين، اقل من 18 سنه اللي هو يعتبر قاصر في نظر القانون، في قانون حمايه الطفل انت تبل لازم في اي حاله تحس في عنف او اي ضرر للطفل الطبيب يعني مطلوب منه او يعني مكلف انه يبلغ لجنة حماية الطفل في الحالة هذه، ولجنة حماية الطفل هي تتخذ إجراءاتها، هي لها اتصال في الداخلية، لها إجراءات تتبعها في هذا المجال. إذا أكبر من 18 سنة والمريض يعني واعي وقادر أنه يتصرف، خلش بالحالة إذا واحد جالس في المستشفى وكان دعمته سيارة ومتعور، زين، فهل دور الطبيب أنه يبلغ أنه هو أنه في سيارة دعمته، ولا يبلغ المريض والمريض هو اللي رح يشتكي؟ لا اكيد، بس انا اقول اختلاف الحادث انه يكون انسان بوعيه، هو يفرق الابروتش من مكان لمكان. محمد بلا شك، بس قاعد اتكلم عن الناس اللي غايبه عنهم الوعي، وخاصه اذا محيطهم ما كانوا يدركون ولا عندهم الثقافه بهذه الامور. صح. فتكون ثقافه كامله والالمام عند جهه الاختصاص. يعطيك العافيه، كل الشكر لك دكتور عمار الصايغ، رئيس قسم الطب النفسي في مركز الكويت للصحه النفسيه. مشكور وايد على هالمداخله اللي وايد وايد مفيده. قبل لا نطلع فاصل أريد أذكر موضوع اليوم. موضوع اليوم هي محمد خالد الجاسم المحامي، المسؤولية الجنائية على المختل العقلي بين قوسين المينون بالكويتي. أريد أذكر برقم التواصل 22-20-90-4، ورقم محمد الجاسم في حالة إذا ما قدرت تتصل علينا 3-2-3-7-1-2-0. وطلعنا فاصل سريع لو سمحت. رجعنا وياكم مستمعين الساعة القانونية في برنامج الديوانية على مارينا اف ام. نرد نذكر بقنوات الاتصال 22-20-90-4، واللي ما يمدي او ما قدرنا ناخذ اتصاله يقدر يكلم محمد الجاسم دايركت على 3-2-3-7-1-2. استاذنا، ايش رايك بكلام الدكتور عمار قبل شوي؟ والله كلام جيد ومعلومات واضحة، خاصة بما أفاد فيه بخصوص الكرت الأحمر والإشاعة. أمانة وايد خذينا معلوماتي. نعم، طلعت إشاعة، أنا والله العظيم عبالي صج، قسما بالله عبالي صج. لا، هي تلقى مرجعيتها أنه كان بالبطاقة نفسها في شيء بالأحمر العريض، فصار الدارجة أنه كرت أحمر أو شيء. المهم احنا الحين نرجع نقول مقولتنا الشهيرة، أن اليوم مشكلتنا مو بالقانون، مشكلتنا بتطبيق القانون. نعم، هذا غير من واقع القضايا. نعم، من واقع الملفات. هذه اللزمة الثانية أو اللزمة الأولى. أي، حلو. فبالفعل مشكلتنا مو بالقانون، بتطبيق القانون. اليوم القوانين موجودة، لكن إذا ما كان هناك تعاميم ولجان مختصة تدرس الحالات اللي قاعد تصير وأسبابها ومسبباتها، وعلى ضوءها تدرس تعاميم معينة بحيث أنه ما يستغل القانون اللي جه حماية للأشخاص يكون ضد هذه الأشخاص، ويكون هو سلاح لإجبار وإرغام الأشخاص على أمور أهم ما يبونها. فلذلك صار اليوم أن إدخال الطب النفسي أو الضغط بناء على واقعة سابقة، الولد أو البنت انضغط نفسيا إلى أن فكر بالانتحار بسبب دخوله الطب النفسي وتم مراجعة الطب النفسي ومعالجته، صار خلاص مثل وسيلة بيدهلة أن أنت إذا ما سويت أو ما التزمت أو ما قلت أو ما طبقت اللي احنا نبيه، وعيد يعني يصير. نعم، تهديد وعيد أو تدخلين الطب النفسي. زين، ساعات يصير فيه يعني
هضم بحقوق الناس، ما تتزوجين، ما تدرسين، حقوق كفلها لنا الدستور. ليش مسبب إنه في سابقة حاصلة؟ وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح. راح نتطرق له إن شاء الله بعد الاتصالات. تدري تدري لو أن سويات يسمعونك والله العظيم يصنفونك كذي ذكوري. ما أنا شغل فيهم، الله 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 يشفي الجميع. إحنا هني قاعد نتكلم عن الحقوق، ما الحق ما أعرف لا مرة ولا ريال. إنزين خلنا نأخذ اتصالات، في عندنا اتصالات وايد يبونك اليوم. ناخذ الاتصال الاول مع دلال. مساك الله بالخير دلال. مساكم الله بالنور. شلونك؟ امورك طيبه؟ ابرك الساعات اللي اخترتها الساعه القانونيه عشان تتكلمين معاها. ساعتك ابرك والله، شرف لي. يسلمك. شنو سؤالك حق محمد خالد الجاسم؟ او اذا في عندك تعليق على اسالك. هو السؤال مو شيء بالكرت الاحمر بالذات، اي، ولكن بالاخر الاوان كنا نسمع وايد عن جرائم قتل البنات والتعنيف للبنات. فأنا سؤالي يعني الله لا يقول اسم اللي علينا، يعني كلنا البنات والجميع، إن لو البنت معنفة، لنفرض أنا الله لا يقول كنت معنفة وشيء من الأهل بالذات، وما أقدر إن أنا ألتجئ لأن أنا تحت ولاية أبوي ولا أخوي ولا أي كان، تمام، والله لا يقول مثلا كانوا مغتصبين كانوا شيء، شلون أنا ألتجئ ولا شلون إن أنا أقدر إن أخذ حقي إذا أنا مو قادر إني أنا حتى مثلاً يكون عندي تليفون أطلع من البيت؟ يعني أنت محبوسة، محبوسة بالبيت، لا تليفون ولا تشوفين أحد ولا تطلعين، عليك نور. وأيضاً سمعت قريت وايد تعليقات إن مثلاً أنا رفيجتي صار فيها تعنيف، بس ما يقدرون إن إحنا كرفيجاتها نبلغ عن حالة، لأن ما لهم صفة. واضح. فهذه شلون إنه يأخذون حقهم البنات إذا مو قادرين يوصلون إلى القانون نفسه؟ واضح واضح دلال، مشكورة وايد على اتصالك وعلى مشاركتك بالساعة القانونية. على الموضوع. يسلمك. أروح حق الاتصال الثاني، عندنا نجلة. نجلة مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا هلا مرحبا. أبرك الساعات اللي تكونين ضيفتنا في الساعة القانونية. أبرك. وصراحة الموضوع وايد شدني لأن حكم تخصصي. أبرك الساعات. إحنا هني دائما وياكم، ومحمد الجاسم دائما وياكم. شنو سؤالك حق المحامي؟ ان شاء الله. انا ما عندي سؤال. شنو مداخلتك؟ انا حابه يعني اعطي نصيحه، يعني انا صراحه الموضوع شدني ويمكن صوتي ما يقدر يوصل للكل، بس هذه بالعكس مرينا اف ام يوصل الصوت، مليون ونص انسان قاعد يسمعك. تفضلي. نصيحه للاخوان والاخوات، يا جماعه ترى علم يعني مركز الكويت للصحه النفسيه مو بس حق مو فكره ان انسان مينون يدشه، ترى الصحة النفسية نفسها الإنسان يمر بضغوطات بأمور مشاكل نفس أي مرض، يحتاج رعاية كاكتئاب كمشاكل بالنوم، سالفة إن الفصام أو اضطراب الوسواس القهري، كل أمور هذه تحوش الإنسان، شيء طبيعي. صح. خصوصا مع أزمة كورونا الأمور زادت. يعني أنا شخصيا متخصصة بعلم النفس، وعندي أمور أقدر أسويها حق نفسي، مثلاً علاجات سلوكية أو حسب مدرسة معينة بعلم النفس أن تطلعني من المشكلة نفسها. أنا اللي متخصصة علم النفس حاشني اكتئاب، حاشني خوف. أي. فأنا حكم تخصصي عرفت أطلع نفسي من هالمشكلة، بس مو كل الناس عندهم هذه القدرة. أنا بسألك سؤال نجلة، أنت تشوفين بحكم تخصصك كورونا الوضع اللي عشناه سنة ونص زاد المسألة هذه، خصوصا في ارتكاب الجرائم اللي كنا نسمع عنها، آخرهم محاولة القتل اللي تعرض لها الدكتور حسين شرخي الله يقومه بالسلامة، وقالوا إنه هو مريض نفسي. فأنت تشوفين أن كورونا زادت معدل الجريمة، ولا الجريمة أصلا موجودة بنفس الإنسان؟ الجريمة أنا أشوفها موجودة عادة، بس زادت مع كورونا. تمام. ومع وسائل التواصل الاجتماعي قمنا نشوفها أكثر وتوصلنا أسرع. أي. وحكم التصوير والأمور هذه. يعني أنت تشوفين أن السوشيال ميديا زاد هالحالة، تزيد هالأمور، وبالعكس أفضل أن تلقي الضوء عليها. يعني يعني للأسف عندنا إحنا بالكويت ما عندهم اهتمام بالجانب النفسي. الدول الأجنبية تلاقي كل أسرة عندها أخصائي نفسي، يعني مركز الكويت للصحة النفسية مو بس فيه طبيب نفسي، فيه أخصائي نفسي.
واضح. يصير يحل المشاكل. فهذا المقصد يحتاجون هالشيء. واضح. كم أنا آسف طولت عليك. لا لا بالعكس تفضلي. يعني هم بالتعليم يعني للأسف بالكويت مثلا ما يدرسون عن النفس إلا بمرحلة ثالثة ثانوي. صح. أنا أشوفه شيء مهم وضروري من الابتدائي حتى لو مو مادة أساسية تكون مثلا تعلم اليهال إنه ما يكون في تنمر كامل. واضح. وصارت حالة سمعنا فيها أمس إنه في بنت صغيرة انتحرت بسبب موضوع التنمر. مشكورة وايد أخت نجلة على مداخلتك اليوم, فتينا وايد, وإن شاء الله نسمعك بحلقات جاية إن شاء الله. شكرا لكم على الموضوع. يسلمك أبرك الساعات. أستاذنا حياك. شفت جريمة أمس اللي انتشرت بالسوشيال ميديا؟ لا والله. على موضوع البنت الصغيرة اللي انتحرت وسبب التنمر. هذا موضوع ثاني لازم لازم ينفتح موضوع التنمر. بالنسبة حق سؤال دلال, شنو جوابك؟ طبعا بخصوص دلال أقول لها المعلومات اللي وصلت لكم خاطئة. أول شيء البنت نفسها المعنفة إذا كانت داخل البيت مو قادرة تطول لا تليفون ولا أو أنها خايفة, لا أي فرصة تي لها لازم تبلغ. ورغم عمليات الوزارة أن أنا والله حاليا مخطوفة. أي أنا مخطوف حتى لو كانوا أهلها. إيه حتى لو كانوا أهلها. لو أبوها ولا أخوها. نعم نعم أنا مخطوفة لأن هذا يعني تجريد عن. مخطوفة ولا محبوسة؟ لا مخطوفة ومحبوسة. خطف. أي. هذا أنا خلاص يعني لما أنت زي طلعني من حياتي الطبيعية تخطفني خطف وتحبسني داخل الغرفة. أي. وتجردني من جميع حقوقي, هذا ما يخالف عليه ويعاقب عليه القانون. صح. ما يجوز. فلذلك الاتصال المباشر هذا رقم واحد. اثنين, في حال ان الجزء الثاني اللي قالتها ان مثلا في بنات او هي تعرف بنات بس يخافون يبلغون, لا ليش يخافون, بالعكس يبلغون وتطلع الدولية. ما يبون يدشون بمشاكل. ما لا لا ما في مشاكل. يعني شنو المشكلة ان تنحبس وتوصل لين تنتحر وتصير برقبتك انك انت ما بلغت العمليات, ولا أن أنت تنقذين حياتها وكل الإجراء بعد الإبلاغ يعني ممكن أنه بالتليفون بس يتأكدون من الموضوع أنه ما يكون بلاغ كاذب. هم مو قالوا بيسوون مركز حق إيواء المعنفات؟ بلا شك في حاجة حق هذه الأمور, لكن اليوم إحنا قاعد نسلط الضوء على الطريقة الإجرائية على أساس نوصل الصورة ونوصل الإجراء صحيح حق دلال سؤالك باختصار الجزء الأول هي تقدر تبلغ, وفي حال ما بلغت وقدرت تبلغ أحد من رفيجاتها خل تبلغ مباشرة, وبهذا الضوء الجهات المعنية راح تأخذ البلاغ بشكل جدي وتنتقل دورية وتأكد من وجودها وبصحتها وبعافيتها, وإذا تبين أن هي في عليها أي اعتداء أو أي شيء تم حالتهم إلى مخفر المنطقة المختص واتخاذ الإجراءات اللازمة. تمام. نرجع حق سؤالنا الأول بولوجين, المسؤولية الجنائية على المريض النفسي أو بالكويتي مثل ما نقول المينون, متى يساءل جنائيا ومتى لا يساءل جنائيا إذا ارتكب جريمة جناية, ها قتل ولا شروع بالقتل. حلو. بدش بهالموضوع بشكل مطول زين بعد ما أخلص. شنو اللي تبقى أستاذة نجلة أستاذة نجلة عندها مداخلة. أمسي عليك بالخير على مداخلتك المثرية. نعم اليوم شدني الموضوع يوم قلت إحنا نبي نزيد الوعي. نعم لازم يكون هناك زيادة في الوعي لموضوع العلاج النفسي أو الطب النفسي, إنه ما هو أمر خاص في مثلا اللي غائبين عن الوعي أو اللي عندهم يعني مرض إنه ما في إدراك, بل اليوم العلاج النفسي كل واحد مثل ما تفضلتي يعالج نفسه, لكن مشكلة مو كل الناس يقدرون يعالجون نفسه. لا يعالج نفسه إنه يبدي ياخذ الخطوات سواء بالقراءة. في ناس تخاف في حال إنه تروح حق دكتور مختص زين, إذا كان عنده يعني مشكلة أو خوف إنه يتوجه حق الطب النفسي بشكل عام, في دكاترة مختصين وعندهم عيادات خاصة يقدر أي أحد يروح لهم. فبالفعل الوعي اليوم العلاج النفسي أو نقول الوعي النفسي أمر مهم للكل, لأن إحنا قاعد نشوف أمراض نفسية مو بالناس اللي يعني خلينا نقول مساكين اللي عندهم مشاكل في الإدراك, عندنا قاعد نشوف مشاكل نفسية مع أكبر خلينا نقول المناصب, عندنا مشاكل مع أكبر المدراء, عندنا مشاكل مع أكبر الناس اللي موجودين بالعائلة دائما, لأن ما عندهم الوعي النفسي, ما عندهم طريقة العلاج, ما عندهم المعلومات العامة بهذه الأمور. فبالفعل يعني أنا أشيد بهذا الأمر
يفترض أن تكون هذه المواد مدرسة ومدرجة في المسيرة التعليمية مثل ما قالت نجلة. نعم ما يكون بس بثالثة ثانوي، يكون أقرب وقبل الثالثة. وأرجع حبة قبل أندش على الموضوع بخصوص مداخلة الدكتور، وقلنا أن إحنا اليوم مشكلتنا عدم تطبيق القانون، لازم اليوم يكون في أمر حازم حاسم بخصوص أن تكون في لجان هناك تسلط الضوء على تسجيل هذه البلاغات وإحصائيات الانتحار وأسبابها ومسبباتها، من ثم يتم تعديل القرارات المكملة لهذه القوانين بإلزام الجهات المعنية بإحالة أي حالة انتحار أو أي حالة فيها أضرار نفسية إلى جهات التحقيق لمعرفة أسبابها. وإن كان تبين لدى المختصين أن الأسباب ناتجة عن خلينا نقول عنف أسري، عن ضغط بأي شكل كان بأي علاقة كانت، لازم يتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لأن أنتوا بمجرد ما أنتوا ما تأخذتوا هالإجراء راح يصير نفس الوضع والحالة اللي جتني أمس، أن تخاف تقول حق الطب النفسي لأنه خلاص صار الطب النفسي كرت يستغل يساءل جنائيا يفتر أكيد. يعني هاي مشكلتنا اليوم، احنا نقول هذا ليش صرخت، انزين، وما نسأل من اللي خلاه يصرخ، انزين، هي انتحرت أو هو انتحر، شو اللي خلاه ينتحر؟ ليش ما نرجع للأسباب؟ ليش ما نعالج الأسباب؟ ليش الشخص اللي سبب في وصول هذا الشخص للانتحار زين حي يرزق طليق؟ هذا كان راح يؤدي إلى وفاة شخص، إلى إزهاق روح، بغض النظر عن الوسيلة. اليوم أنا خذيت مسدس، بس ما تقدر تكيفه مثلا لا تكيف تحريض على القتل. في القتل مو شرط، اليوم أنا اليوم أقدر أحفر حفرة زين وأخلي الشخص وهو ماشي بالليل يطيح فيها ويموت، حلو، وبنفس الوقت أقدر أضغط على نفسي إلى أنا أوصل مرحلة القتل. فكلا الأمرين وكلا السلوكين أدى إلى النتيجة، بل يمكن السلوك اللي أدى إلى الوفاة الشخص أنه خليه بضغط نفسي أنه يموت نفسه أو يحاول أنه ينتحر، السلوك الشخص اللي قام بهذا الإجراء هذا عنيف، سلوكه يعني أشد من الشخص اللي مكشوف أنه واحد مثلا تعرض له بكلمة أو بشيء أو بينه وبينه مسألة وحاول أنه يقتله، هذا مكشوف ردة فعل. أما هذا اللي قاعد يضغط قاصد أنه يؤدي الوفاة باستخدام الشخص نفسه بعد ضغوطات عليه، لا، هذا لازم يكون له حل. فلذلك اليوم هذه مسؤولية برقاب الدكاترة اللي تمر عليهم هذه الحالات زين ويتغافلونها، مجرد أن أنا أعطي النصيحة وأعطي العلاج وأصرفه، هذا خطأ. فلذلك سلط الضوء على هذا الأمر، ويفترض تكون هناك لجان لحسم هذه العملية مثل لجنة الظواهر السلبية اللي المفروض لجان مختصة بين الداخلية والصحة أساس يحسمون هذه العملية. آخ، كل من بقلبه شقل ليلة، وأنا بقلبي شقل غالي على قولتهم يا غالي. السياسة توكل خبز ولا لا؟ قول الصج. توكل خبز، خبز غير شرعي، خبز غير مشروع. إنزين، لا دخلنا طافة، لا دخلنا طافة، غير موضوع، غير موضوع. لا نسوية ولا حب السياسة. Back to the subject. نعم. المسؤولية الجنائية على الشخص المختل عقلياً، أقدر أسأله جنائياً، أحاكمه، أعاقبه، أسجنه، ولا لا؟ حلو. بعد المقدمة الطويلة ومداخلات الأساتذة والدكاترة والجمهور، نوصل حق وضع النقاط على الحروف. حلو. اليوم مثل ما تفضلوا، اليوم أي شخص يعالج نفسي مو معناته غير مدرك لتصرفاته. حلو. أوكي. فلذلك اللي يقول أنا كنت غايب عن الوعي أو أنا كنت راجع، إنزين، كحجة للمحكمة أن في هذا الوقت أن أنا والله سويت هذا الأمر خارج عن إرادتي لأني أراجع، زين، فيحاول أنه يحول دون ودون الهروب من المسؤولية أو خلينا نقول تخفيض المسؤولية عليه من خلال العقوبة اللي ممكن أن القاضي يتخذها، بدل لا يكون إعدام، سواء إذا كان في سبب إصرار وترصد يحوله مثلا إيداع في الطب النفسي لتلقي العلاج مع فترة معينة على حسب اللي هو يكون. فلذلك
مو صحيح، وشاهدنا أحكام كثيرة في ناس حاولوا أن يستغلون هذا الأمر، لكن موضوع الطب النفسي مثل ما تفضلت السادة نجلة والدكتور، أن أي شخص ممكن أنا أروح أراجع عندي أرق، ترى إذا عندي أرق أقدر أروح الطب النفسي، يقعد معي الدكتور ويسألني ليش وشنو قاعد أفكر فيه، وممكن أنه يصرف لي دواء يرخي الأعصاب على أساس أحط رأسي وأنام. فهل هذا الأمر يبيح لي أن أخذ سلاح أو أن أزهق روح شخص أو أن أرتكب الجرائم وذريعتي أن أنا مراجع الطب النفسي؟ طبعا لا، لكن غالب الكلام اللي يقال والإشاعات اللي تثار أنه والله هذا مينون ما راح يصير عليه شيء، لا بالعكس، المينون أو الشخص اللي فاقد الإدراك والتصرف ما يتركون الطب النفسي إلا بعد ما يوصل للمرحلة العادية اللي ممكن أنه هو يرجع حق المجتمع ويخالط المجتمع، لأن خروجه جزء من علاجه، فلذلك يتم الإفراج عنه والخروج والذهاب حق أهله والاحتكاك بالناس حتى ترجع حياته طبيعية، لكن مجرد ما كان سلوكه خاطئ راح يبين وراح يتم الإبلاغ وراح يرجعونه. فالمسؤولية الجنائية خلينا نقول، وإن يعني كان هناك شخص بالفعل إنه في حال أو في وقت خلينا نقول زاد المرض عنده وزاد التعب عنده ووصل لأبعاد كبيرة، طلع عن محيط الإدراك ومن ثم قام بارتكاب الواقع، هني طبعا في جهات تحقيق في الأدلة الجنائية ويعرضون بعد على الطب النفسي، يعرضون على الطب النفسي، المحكمة ممكن تامر الطب الشرعي والطب النفسي، تبدي تقارير، يبدي القاضي الجنائي في هذا الصدد، كذلك يقدر يستأنس في رأي المختصين، مثلا هنقول دكاترة خارجيين أو من جامعة الكويت أو من أي جهة أخرى ليعزز قناعاته بهذا المجرم أو بهذا المريض هل هو بالفعل. فلذلك اليوم حتى لو كان يعني رأي الخبرة من الطب النفسي ما كان القاضي الجنائي يعني مرتاح له، يقدر يلجأ حق طبيب ثاني أو جهة أخرى إلى أن يوصل إلى قناعات أن هذا الشخص نعم ارتكب هذا الفعل بناء على تحريات المباحث وبما جاء في أوراق التحقيق، إنزين، والضغط اللي حاصل وملفه والحالات اللي تعرض لها في السابق، نعم هو بدر منه هذا الأمر، لكن كان بسبب الضغط نفسي أدى إلى هذا الأمر. فهني ممكن أنه يستفيد من أمور التخفيف في العقاب، التخفيف أوكي. لكن في المقابل خلاص هو طاح بالمحظور، فلذلك راح يرجع حق مكان علاجه. فما هو يعني مانع من موانع المسؤولية أنه يكون الشخص عنده كرت ممتاز أو أنه يراجع. يعني الحين زبدة الكلام أن اللي يدعي الجنون أو هو عنده ملف بالطب النفسي مسائل جنائيا، هذه خلصنا منها. نعم. الناس ليش عندها فكرة أن الشخص اللي عنده ملف بالطب النفسي يفلت من العقاب؟ هذا شيء وايد ناس عندهم هالاعتقاد فيه. طبعا يعني قلت لك اليوم الثقافة العامة هي يعني المخلاص مثل ما يقولون، لأن للأسف في غياب عن النصوص، في غياب عن الثقافة، فلذلك تلقى أي إشاعة بسيطة ما لها أي صحة تكون بمتداول الجميع، وخاصة إذا كان فيها استخدام أو خلينا نقول هي تكون عذر زين والناس تقدر تستند عليه، فهو مجرد كلام، لكن واقع الملفات والقضايا أمر مخالف لهذه الإشاعات. فشفنا الكثير من الدعوة وكان عندهم ملفات بالطب النفسي، بل إن كانت حالاتهم جدا مستعصية، لكن وقت وقوع الجريمة ما كان يمر في هذه الحالات، فلذلك يعامل كمعاملة الشخص العادي. برايك سريع محمد الجاسم ونرجع مرة ثانية اللي قاعد يسمعنا على مارينا اف ام، سريعا سريعا ونرجع مرة ثانية. قبل أن نختم حلقة اليوم، أمانة حلقة كانت مفيدة، وإن شاء الله أن المستمعين العزيزة مارينا اف ام استفادوا من حلقة اليوم. محمد خالد الجاسم، شنو تنصح الناس فيه؟ طبعا أنصح الناس في سرعة الإبلاغ في حال إذا كان هناك أي تعنيف أو أي تفكير أن في ضغط معين قاعد يؤدي إلى الفكر في الانتحار، زين، فهني في فرصة أن يتم الإبلاغ بموضوع الضغط
وعدم إمكانيتك الوصول حق الطبيب النفسي لتلقي العلاج. فهذا مثل الشخص اللي طاح وانكسر حوضه بعيد الشر على الجميع ويستنجد بهله ويقولوا له ما في ما راح تروح المستشفى. فلذلك أي وسيلة قدامه يقدر يستخدمها للوصول خل يستخدمها، لازالت الحياة جميلة، لازال البلاء موجود وكله يتعدل. فلذلك إن الفكر بالانتحار هذا فكر يعني يخالف عليه القانون، يخالف عليه الشرع، يغضب الرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية كذلك أوجه حق كافة الناس اللي عندهم العلم بأن هناك شخص متضرر أو يواجه مشكلة يمكن أنه يوصل إلى هذه المراحل، سرعة الإبلاغ الجهات المعنية أو أي أحد من الاختصاص إنزين لإنقاذ حياة هذا الشخص. واشكر المداخلات واشكر والله كانت مفيده اليوم نجله ودكتور عمار ودلال زين والله اضافوا لنا اليوم وخصوصا صححوا فكره الكرت الاحمر ونرجع نختمها اي الكرت الاحمر غير اشاعه ماكو شيء اضافه الى ذلك ملفك في طب في الطب النفسي ما يعفيك من العقاب زين انا عندي سؤال وبعدين بروح قميرو عشان يختم سؤال تأيدني ولا ما تأيدني اللي ما يعرف يربي لا يتزوج ويبع عيال إيه ولا لا مو صحيح ليش بسرعة مو صحيح أوكي ليش مو صحيح هذا أمر ما حد يعرف إنه هو يقدر يربي أو ما يقدر يربي أوكي زين بل يمكن في دكاترة في التربية أي. لكن الله بلاهم بعيال نشاطهم وايد قوي مو قادر يسيطر عليه وفي ناس زين ما يعرف التربية قاعد يحاول لكن الله أنعم عليه بشخص عاقل وهو مربي نفسه بنفسه فهذه المعادلات احنا ما نعلم فيها الغيب فالناس اللي قاعد توجه للحد من أو خلينا نقول حد الناس عن الزواج هذا لا 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 هو مو حد الناس عن الزواج هذا السعي هذا السعي يجيب عياله ما يعرف يربي ويبلش الدولة فيهم هذا براكتس مو زين ما حد يقدر ما حد يعلم الغيب لا مو ما حد يعلم كل واحد يعرف كل واحد يعرف يقدر ولا ما يقدر محمد أنا الحين عندي لك سؤال يلا قول بسرعة عندنا دقيقة تقدر أنا أن أربي قصدك ان انا اربي اياه شيء بالمستقبل لا لا انا اشوف انا اعرف يعني انا اعرف طاقتي لوين لهاللحظه ما اعتقد ان انا اقدر ان اربي اياه لهاللحظه ممكن يتغير بعد سنه سنتين ثلاث الله العالم انزين بس يا سيد الفاضل اي ما حد بيده اللي كانوا يبي يتزوجون اي انزين ما ياهم الزواج زين واللي مو حاط باله يتزوج يا للنصيب هذا نصيب انزين انزين انا بسالك سؤال وبختم نعم لو يرد فيك الزمن تتزوج ولا ما تتزوج؟ شو ما تتزوج؟ تتزوج؟ أكيد. أكيد بلا شك. والله إني أشوف إجابة غير بعيونك. لا لا. لا تحاول تشكك فيها. خلي خلي لجين تحضر يانا الساعة الجاية. أبرك الساعات وتحياتنا حق أم لجين. كل اللي سمعنا على مارينا اف ام وبالساعة القانونية شكرا جزيلا ونشوفكم الأربع الجاي مع السلامة. ساعة قانونية مع المحامي إبراهيم النجادة وضيفه المحامي محمد الجاسم.